تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأربعاء اللي خلاص يعني بعد الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع للناس تريا من الأحد، ويمكن أروح يعدل من الأحد، لا الكل ناس تعدل من الأحد. فصباح عليكم الخير من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة، هالبرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في بداية البرنامج أول شيء أقول لكم من هذا مثل ما دائما نقول، هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة، هو عبارة عن مذيع أو مذيعين حسب الحالة، اليوم مذيعة واحدة بس موجودة. فيسر البرنامج بمشاركاتكم، نحن كمذيعين لما نكون موجودين في البرنامج خلف الميكروفون فحنتريا ملاحظاتكم آراءكم، الشكوى إذا عندكم شكوى معينة، إذا عندكم ملاحظة عندكم اقتراح تحسون ممكن يساهم في تحسين أو في تطوير القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. وردوا أذكر مو شرط يكون اقتراح كبير أو نقول يعني أنا فرد صغير شو ممكن أحسن، كل اقتراح صغير، اقتراح صغير منك، اقتراح صغير منك عندي، اقتراح على اقتراح، مثل الطابوق لما نبنيها، مثل البيت لما نبني، هي عبارة عن لبنات صغيرة في سبيل تحسين القطاع الصحي. ممكن اقتراح صغير منك انت اللي انت ممكن ما تكون طاقم طبي وما لك خبرة بالمجال الطبي يسهم بقفزة كبيرة في تحسين اي من خدمة من الخدمات الموجودة في هيئة الصحة بدبي. فنصبح عليكم ونذكركم بأرقام التواصل على 600-551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طبعا لازم نرحب اول شيء بالموجودين معاي في الاستوديو، معاي اليوم المخرج ناصر السليمي، صباحك ورد يا ناصر، ومعاي المنسقة ميرا الغفري، صباحك ورد يا ميرا. نروح الحين لدراستنا، شو تقول الدراسة؟ انا اجدها من قريت العنوان، تقول الدراسة عن اضرار التخلي عن شرب القهوة. يعتمد الكثيرون على القهوة كمشروب أساسي يساعدهم على بدء يومهم بنشاط وحيوية، وتشير بعض الدراسات إلى فوائد القهوة فيما تحذر أخرى من مضار زيادة استهلاك الكافيين. أما التخلي عن تناول هذا المشروب بشكل نهائي فيمكن أن يؤدي إلى بعض الأعراض السلبية التي قد تظهر على صحة الفرد. أكيد في أعراض سلبية، بس قام أكمل الدراسة ميرا تشوفي إذا أسن تطلع معانا عشان عقبها ناخذ اسماء، لان اكيد في اشياء جديده في وسائل التواصل. شو اضرار السلبيه اللي تظهر على الفرد لما ينقطع عن تناول القهوه؟ اول شيء صداع، وتشكل نسبه الاصابه بالام الراس بعد التوقف النهائي عن شرب القهوه نسبه 50%، اذ يواجه الكثير من الناس الصداع بعد وقت قصير من تخليهم عن القهوه التي اعتادوا على احتسائها صباح كل يوم. واظن هذا احنا نشوفه دائما خصوصا في نهار رمضان اول وثاني يوم رمضان. ثاني شيء التعب، في حال اعتاد الدماغ والجسم على جرعة من القهوة كل صباح فإن حرمانه منها سيؤدي إلى شعور بالتعب السريع والمزمن. رقم ثلاثة التشتت وفقدان التركيز، إذا أدمنت على الكافيين لفترة طويلة من الزمن واستعنت به للتغلب على النعاس فإن انقطاعك النهائي عن شرب القهوة يمكن أن يؤدي إلى فقدان التركيز، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة على سائقي السيارات والطيارين. بعد من الأضرار السلبية للانقطاع التام عن القهوة هو الإمساك، تعمل القهوة كمنبه للجهاز الهضمي، الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ الأمعاء في الصباح، وفي هالحالة فالانغياب النهائي للكافيين سوف ينجم عنه حالة من الخمول في الجهاز الهضمي ولو لبعض الوقت. بعد من الأضرار القيء والغثيان، التخلي نهائيا عن شرب القهوة ممكن أن يثير حالة من الغثيان والتقيؤ لدى البعض، والصفة تترافق مع حالة الانقطاع النهائي عن الكافيين. وبعمل الآثار فقدان الرغبة في العمل والاختلاط مع الآخرين، لا تلم نفسك لانخفاض إنتاجيتك في العمل، فالحرمان من القهوة يحد من الاندفاعية ويثبط الدافع لمعاشرة الناس. وآخر أثر الكآبة، إن التوقف النهائي عن شرب القهوة يؤدي إلى حدوث تقلبات في المزاج وممكن أن يسبب حالة من الكآبة والشعور بالقلق. بما أن محمود معي عشان أسأله عن رأيه في الموضوع، نسأل المخرج ناصر، شو رأيك ناصر، هل القهوة فعلا مهمة وتعطيك شي نشاط وحيوية وتعطيك تنبيه؟ هل أنت من محبي القهوة؟ لا
أنا الوحيدة عايز محبة القهوة اليوم في الاستوديو. ما حد معي محب للقهوة. بس شارب الصبح ناصر. شوية حيوية ونشاط. المخرج يقول لكم شوية حيوية ونشاط. فعلا القهوة نفسها، حتى الناس اللي يعني يعشقون القهوة، ريحة القهوة نفسها، في وايد من الناس يقول لو أنا مريت حدا الكوفي شوب وبس شميت رائحة القهوة أحس أن أنا صرت نشيط، أحس أن أنا سويت فرحان. فيها عيب ناصر يقول فيها عيب القهوة؟ شوف الكافيين يخلي واحد طبعا الكافيين نفسه مادة ممكن تسوي الإدمان، بس أظن الإدمان على القهوة لا ضرر. أنا بالنسبة لي لا ضرر فيها. في رسالة تقول قدمت مقترح لوزارة الصحة من قبل، لو غير متخصص بالمجال الطبي يمكن أن يثري ويحسن الخدمات المقدمة، ومع أن تحويل مقترح وزارة الصحة عن طريق مجلس الشيخ محمد بن راشد. شو المقترح؟ ما شفت المقترح أخويا اللي طرش المقترح السالم. لو ممكن طرش المقترح مرة ثانية نقرأ على الهواء، ممكن يكون مقترح جميل، ومتأكد إن شاء الله المقترح جميل ونشوف إمكانية تطبيقه. فنرجع للدراسة. الدراسة تقول عن آثار الانقطاع النهائي من القهوة، وطبعا هذه الآثار وايد منا يشوفها في نهار رمضان، أول وثاني يوم رمضان وايد ناس يجون، إحنا عندنا يجون العيادة يشكون من الصداع الشديد مع انقطاع القهوة في أول ويوم أول ثاني يوم من رمضان. عندنا اتصال. صباح الورد. صباح النور. هلا مرحبا دكتورة. أهلين يا أسماء. خميس الونيس السعيد الجميل. خميس الونيس فعلا ما بقى شيء، باكر إن شاء الله خميس الونيس. نبارك للجميع وصول الخميس إن شاء الله باكر. هالأسبوع كان شوي طويل. صباحة وردي أسماء. عن القهوة أنا قاعد أحتسي قهوتي. من شين قلت من قريت الدراسة قلت طلعوا أسماء، ذكرت إن تحبين القهوة. شو أخبارك يا أسماء اليوم؟ تمام الحمد لله. من كذا ما أحب القهوة قوي يفتحون كافي شوبات حوالين بيتنا. حتى فيك محبة للقهوة. قانون الجذب دكتور. أكيد أكيد. قولي أسمع شو عندك في وسائل التواصل؟ آخر الأشياء اللي قاعدة تصير عندنا في السوشيال ميديا نخليها مع بعض النصائح اللي حطيناها. مثلاً الاهتمام بكبار السن. بعض الأشخاص إحنا صح إن موجودين كبار السن عندنا في البيت، لكن إذا ما اهتميتوا فيهم بالطريقة الصحيحة يعني ممكن تأذونهم، خصوصاً في هالمرحلة يرجعون كأنهم صغار. صحيح. يعني العظم يكون طري شوية أو هش مثلا ساعة، وأغلبهم يعانون من هشاشة العظام. نتكلم عن ثلاث أبرز الأشياء. أول شيء الاهتمام بهم، دائما يبون يحسون إن في اهتمام لكبار السن. تشوفين بعد ساعات يعصب مرة واحدة يفرخ، بس إنه يبون الناس تلتفت له، يعني مثل الصغار يعني يحب لفت الانتباه. ويكون عندهم خوف، فلازم نحن دائما نعبر عن مشاعرنا لهم، حتى لو قالوا لك تقول هالكلام ولا، بس هم يبغون يسمعونه، خصوصا لو كانت حرمة. تأكد من تناولهم الأدوية وشرب الماء باستمرار، وأيضا تأكد من سلامة البيئة المحيطة بهم، سواء كانت السجادة، الكرسي، الدرج، هالأشياء لازم يهتمون فيها. صحيح. لازم نهتم فيها. غير هذا نحب نذكر أن منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية راح يكون إن شاء الله تاريخ 20-21، واللي حاب يسجل في هذا المنتدى على موقع DIHTF اللي هو دبي International Health Tourism Forum. ونختمها مع رسالة صباحية. إن أردت النجاح فعليك أن تبحث عن الفرص في كل عقبة تواجهها، فكن متفائلا إيجابيا وسيصب تركيزك على أفضل الفرص إن شاء الله. إن شاء الله يا أسماء، والله رسالة جميلة يا أسماء، شاكرا لك ويعطيك ألف عافية يا أسماء. الله يعافيك. مثل ما كانت تقول أسمع عن أهمية الاهتمام بكبار السن، وخصوصا إحنا دائما لما يجون كبار السن في العيادة دائما نركز على منع أو تقليل حالات الوقوع في البيت. طبعا أخطر شيء ممكن يسوي لكبير السن في يتعرضون لكثير من المخاطر، حالة من حال الأطفال الصغار. بس إحنا دائما نخاف في كبير السن، خاف من السقوط. كبير السن إذا طاح وانكسر فيه عظم هني مشكلة جدا كبيرة، لأن عملية التئام العظم في كبير السن تكون عملية جدا بطيئة، تسبب له ألم شديد وتخليه مقعد في الفراش لفترة طويلة، وهذا يعطينا يبرز مشكلة أخرى إنه ممكن يستوي له قرحة في الفراش. كثير من كبار السن صالهم قرحة في الفراش، وكثير منهم صاروا مقعدين بسبب كسر صار عندهم في الحوض، واضطروا يكونوا مقعدين لفترة طويلة. بعد ما تشاف العظم عندهم صار عندهم صعوبة إنهم يردون يمارسون حياتهم بطريقة
طبيعية. فنصائح بسيطة قبل ما نطلع الفاصل عشان تقليل سقوط كبار السن، دائما ننصح أول شيء السجادة، ممنوع يكون في سجادة فيها طرف في الأماكن اللي يمشي فيها كبير السن في البيت. طرف السجادة بالنسبة لنا إحنا كأشخاص كبار ممكن ما يمثل مشكلة، ولكن كبير السن ممكن انه يعني يتخرطف فيها او يتعثر فيها ويطيح. رقم 2 الاضاءه جدا مهمه يا جماعه، السبوت لايت الصغار ما تعطي اضاءه كافيه في البيت، لازم تكون اضاءه بيضة وواضحه عشان كبير السن يقدر يشوف، واذا عنده مشكله في النظر ضروري يكون لابس نظاره. ترى قصر النظر مشاكل البصر واحده من اهم الاسباب اللي تؤدي سقوط كبار السن. وبعد وجود سلالم في المنزل، دائما كبير السن خلوا غرفته تحت، لا تخلوا يركب سلالم فوق وتحت، لانه ممكن يعني نسبة سقوط من السلام تكون كبيرة، وسمح الله وسوي له كسر في الحوض، كسر في عظمة الفخذ. فدائما دائما نحاسب هالأشياء ونطول بالنا معاهم ونهتم فيهم ونسمع لهم. ترى كبير السن ما يطلب وايد، بس يبا حد يسمعه ويسولف معاه عشان يحس بعد أنه محل اهتمام، يحس إن الناس رح تبا. لأنه صعب لما يكون مثلا الأب أو الأم مثلا فترة كان مسيطر على البيت والآمر الناهي، ولما يكبرون والعيال يكبرون نحسسهم أحيانا بشكل غير مباشر إن إحنا مو محتاجينهم، إن هم صاروا مثلا ممكن عبء. فدائما دائما خصصوا وقت كل يوم حق كبير السن. أنا وصلت الفاصل، بطلع فاصل، وبعد الفاصل عندي موضوع وايد مهم، فبقوة لا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أول شيء بأرقام التواصل على 600-551-414 والرسالة النصية على 4006، موجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. في رسالة على الإنستغرام من أميرة تقول أنا كنت أشرب 4 كوب قهوة بالكافيين، بس آخر مرة في برنامج صحة وسعادة قالوا لي لازم أخفف القهوة، صرت أشرب مرة بكافيين وباقي الأكواب بدون كافيين، لكن أعاني أحيانا من الصداع بسبب تقليل الكافيين، ما هو الحل؟ أولا مو شرط كل صداع يكون بسبب تقليل الكافيين، ممكن الكافيين يكون عامل، خصوصا لو أنت كان عندك صداع نصفي تقليل الكافيين ممكن يهيج نوبات الصداع النصفي. بس أنا دائما الصداع أقول للناس لا تهملون عرض الصداع، صداع عبارة عن عرض ولكن ممكن يخفي تحته بعض الأمراض. تعالوا العيادة، تمشوا تحركوا ريولاتكم، تعالوا العيادة أقرب عيادة لكم وتشوفوا طبيب الأسرة وخلي ياخذ تاريخ المرضي للصداع اللي أنتوا عندكم وعلى أساس يحكم شو سبب الصداع الموجود عندكم. صباح الخير دكتورة بدون محمود، هي محمود تقريبا إجازة أسبوعين تقريبا. الحين بننتقل لموضوع جميل عندنا، بنتكلم عن امتحان الأرب بورد أو البورد العربي في تخصص الباطني. معنا عن طريق الهاتف الدكتورة سهيلة قايد مسؤولة برنامج دبي للتخصصات الطبية. صباحك ورد دكتورة سهيلة. صباح النور، حياك الله في برنامج صحة وسعادة، وإحنا سعيدين أنك موجودة معنا عن طريق الهاتف. معنا كان ودنا تكون إن شاء الله معنا في الاستوديو في المرات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة سهيلة تعطينا أول شيء نبدأ، شو هو امتحان البورد العربي وشو هو امتحان البورد العربي للتخصص الباطني؟ إحنا طبعا في برنامج دبي للتخصصات الطبية نهيئ الأطباء الجدد أن يكونون في المستقبل أخصائيين وبعدين استشاريين. فهو برنامج تدريبي يكون عن طريق البورد العربي أو السعودي. المجلس العربي للتخصصات الطبية مرحلة تدريبية للطبيب، لما يتخرج إن شاء الله يزيد من مستوى ويكون أخصائي. فبعض الامتحانات لازم تقدم طبعا علشان نعرف أن هذا الطبيب مهيئ ولا لا، وآخر امتحان يقدم لنشوف مستوى الطبيب يكون هو الامتحان الشفوي أو العملي. فلهالسنة إن شاء الله راح نستضيف إحنا برنامج الطب الباطني، امتحانه إن شاء الله بيكون قريب بعد أسبوعين أساس نشوف مستوى الأطباء هذيلا، إذا نجحوا طبعا بيكونون أخصائيين وهذا بيكون مردود رائع لدولة الإمارات. صحيح. كم طالب بيسجل في هالامتحان؟ هم بيكونوا 49 طالب. من هيئة الصحة نفسها 21 طبيب إن شاء الله، نتمنى لهم التوفيق ويكونوا كلهم أخصائيين لهيئة الصحة إن شاء الله. ممكن دكتورة سهيلة بس قولنا شو أهمية هالنوع من أنواع البوردات وهالنوع من الامتحانات، شو وزنها كشهادة؟ هو عالميا الحين صاروا لا يقبلون بالطبيب اللي يقول أنا عندي خبرة وبشتغل في هذا التخصص. صحيح. عالميا الحين لازم نشوف تدريب الطبيب وكفاءته في كل سنة وتطوره في كل سنة. صحيح. وبالتالي أقدر أقول بعد 4 أو 5 سنوات
ان هذا الطبيب اخصائي وبالتالي اقدر اعتمد عليه كليا 100% انه يقدر يشوف المريض من غير يعني مراقبة مثل ما تقول كبيرة. صحيح. فهذا أيضا يقدر يساعد الطبيب نفسه بعد ما يحصل البورد أنه يطور نفسه بأنه يتخصص في الطب الدقيق. يعني مثلا الطبيب الباطني بعد ما يحصل البورد ممكن يتخصص في القلب، في الغدد الصماء، هالأمور. صحيح. دكتورة سهيل بمنج، أنت مسؤولة برنامج دبي للتخصصات الطبية، تعطينا بذا شو التخصصات الطبية اللي موجودة في دبي؟ والله ما شاء الله احنا قطعنا باع كبير في هالشيء. عندنا تخصصات في حدود 16 تخصص. عندنا تخصص الرئيس، الأربعة الرئيسية اللي هي الطب الباطني، طب الأطفال، طب الجراحة، أيضا عندنا طب الطوارئ، نساء ولادة، عندنا طب العائلة طبعا، عندنا طب الأذن والحنجرة، العيون. عندنا نفتخر بوجود تخصص اسمه طب الكسور والعظام، وهذا بالتعاون مع ألمانيا، وهذا التخصص غير موجود في الشرق الأوسط. أيضا نفتخر بوجود جراحة الأعصاب وطب الأعصاب إلى جانب طبعا طب الأسنان. ممتاز. شو شروط التحاق الأطباء في مثل هالتخصصات الموجودة عندنا؟ أول شيء لازم يكون متخرج حديثا، أقصى سنوات التخرج تكون 4 إلى 5 سنوات. ممتاز. إذا كان 4 إلى 5 سنوات صار على تخرجه، نشوف طبعا إنه ما ترك الطب في هالفترة. لازم يكون دائما ممارس يعني، إلى جانب إنه يكون سوى طبعا سنة الامتياز. صحيح. ويكون عنده امتحان للغة اللي هي الآيلتس أو التوفل. ممتاز. دائما الأسئلة دائما تتكرر، كيف ممكن واحد يختار التخصص؟ ما شاء الله التخصصات ذكرتيها ما شاء الله تقريبا 16 تخصص، فكيف واحد ممكن يفاضل بين التخصصات ويختار تخصص على تخصص آخر؟ دائما أقول أفضل فرصة لك أنك تعرف تخصص يكون في آخر سنة في الطب إلى جانب سنة الامتياز. صحيح. وجودك في سنة الامتياز تعرف تعرفين الإدارات الطبية، فأنت تمر على عدة تخصصات تشوف شو اللي يناسب. لازم تشوف اللي يناسب شخصيتك، يعني شخص اجتماعي أنا بقول لك يا أما تروح طب نفسي أو طب العائلة، لأن أنت بتكون أقرب للناس. إنسان يحب يشتغل في يده، فمعناته لازم تفكر أنت في الجراحة، تفكر في العيون، تفكر في الإذن والحنجرة، كي يعطيك أنت السكيلز أو المهارات. صحيح. اليدوية. فهذه الأمور وايد مهمة. مهم أنك تجلس مع الاستشاري اللي دربك. صحيح. تسأله أنت تشوفني في هالمكان ولا لا؟ وين تشوفني؟ ترى الخبرة من أطبائنا الكبار وايد تفيدنا في تحديد مسارنا. بالضبط. صحيح. بمج ذكرتي دكتورة سهيلة الاستشاري، أنا كان سؤالي التالي، كيف شو نوعية الإرشاد اللي نعطى للطبيب لما يكون سواء كان قبل ما يدخل تخصص أو خلال دراسة في سنوات التخصص هاي؟ في العادة قبل التخصص نتأكد أن هذا هو التخصص اللي يبغيه، وحتى دائما إحنا نعطيهم اختيارين، تخصص أول تخصص ثاني، شو الأقرب لقلبك. ممتاز. شو التخصص الثاني. أيضا نعطيهم فرصة سنة كاملة يشوف نفسه في التخصص لما ينقبل. في حالات تجينا بعد سنة تقول لك أنا ما ألقى نفسي في هذا التخصص، إذا كان عندنا فرصة أن نغير له التخصص نقدر. إذا ما نقدر طبعا نقول له يعني نعتبر يعني. صحيح. ونحاول نساعده هني أن كيف يقبل التخصص ماله، يشوف الأشياء الإيجابية في تخصصه ويشوف نفسه بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات. في التدريب طبعا الاستشاري وايد مهم، الدعم المعنوي للطبيب، التشجيع، تحبيبه أنه يحببه للتخصص، هذا أيضا وايد مهم. صحيح. أكيد. شو النصيحة ممكن تعطينا دكتورة سهيلة للأطباء اللي ممكن الحين بعدهم في كلية الطب أو في سنة الامتياز وناويين يدخلون على التخصص؟ نصائح مثلا ممكن تكون عن طريقة اختيار التخصص صحيح، أو ممكن نصائح عن كيفية النجاح في التخصص اللي هو بيختاره؟ اختيار التخصص أنا دائما أقول له شوف نفسك بعد 10 سنوات، ترى التخصص اللي تختاره هذا خلاص دربك للأبد. تعرفين يعني احنا دخلنا طب ندى، صح؟ صحيح. فنعرف انه ما نقدر نغير غير عن الطب خلاص. بالضبط. على الاقل الحين مدام سويت دكتور
على الأقل اختار تخصص أنت راح تعيش عمرك وياه. أكيد صح. بس تقولي بعد 10 سنوات هذا راح يسبب الاكتئاب، يبقى أنت لازم تعرف تتخيل أنا بعد 10 سنوات بتكون لي عيادة، عيادة في أي تخصص، شو راح أشوف، أي عمر، كل هالأمور وايد مهمة. أكيد صحيح. بعدين طبعا الطب أنت أدرى فيه ندى يعني، وأنت واحدة من الناس اللي خلصوا البورد يعني. صح. المذاكرة أول بأول، السؤال عن الشيء اللي ما عرفه لا تقول لي أنا عارف كل شيء. بالضبط. لازم البحث، لازم أني أتعلم، والتعلم يكون باحترامي للكبار والنظر إلى اللي هم يسوونه وأتعلم منهم، هذا شيء وايد مهم. صحيح. كلمة أخيرة حبيت تشاركينا فيها دكتورة سهيلة، قائد مسؤولة برنامج جبل التخصصات الطبية. أحب أقول أول شيء أشكر دائما الهيئة لأنها تدعمنا في هالأمور، أن نسوي امتحان في دبي مو بشيء بسيط. صحيح. يحتاج إلى المادة، يحتاج إلى البشر. صراحة الهيئة دائما تشجع موظفيها وتشجع أن الأطباء يتطورون، وهذا شيء يعني نعطيهم لها. بالضبط. أحب أيضا أشكر إدارتي اللي دائما تحاول تساعد الأطباء الإقامة وتحاول تسوي امتحانات في الهيئة عنا علشان تخفف عليهم السفر، السفر مفتهل عليهم مصاريفه وكذا. صحيح. وأتمنى التوفيق لكل اللي راح يحضرون الامتحان إن شاء الله القادم. إن شاء الله إن شاء الله. شاكرة لك دكتورة سهيلة قائد مسؤولة برنامج دبي للتخصصات الطبية، تواجدت معنا اليوم عن طريق الهاتف، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق لجميع الأطباء سواء بيدخلون هالامتحان أو عندهم امتحان البورد العربي لحتى طب العائلة الجزء الثاني جايينهم إن شاء الله قريبا، فالتوفيق للجميع ويعطيك ألف عافية. شكرا يا دكتورة ندى وشكرا لوقتكم. شكرا. حبيبتي نهارك سعيد. فكانت معنا دكتورة سهيلة تكلمت عن البورد العربي في التخصص الباطني. وبس أنا قبل ما أطلع الفاصل أكد على نقطة مهمة، ممكن عمل الطبيب له خصوصية معينة غير عن التخصصات الأخرى، يعني لما أنت تختار تخصص معين لا تختار التخصص عشان عشان ربيعك بيدخله أو مثلا أختك قالت التخصص زين، لأن أنت بتعايشين معه طول حياتك، فإذا أنت ما تحب هالتخصص ما تقدر تتعايش معه، ما تقدر تعطي فيه، ما تقدر تطور نفسك فيه. ترى الطب ما يوقف حال أي شيء ثاني. وأمس كان عندنا دكتور محمد رضا لما كان يتكلم عن الذكاء الاصطناعي اللي هو شيء جديد دخل في الطب، فالطب حال المجالات الأخرى لا يقف عند نقطة. فإذا أنت لا تستمتع بعملك اليومي، أنك تشوف مرضى، أنك مثلا تقوم بعمليات جراحية وغيرها من الأشياء اللي يقوم فيها الطبيب خلال يومه، لن تستطيع أن تتقدم وحتى ما تقبل الأشياء الجديدة اللي تدخل عليك. فدائما دائما استخيروا وفكروا عدل قبل ما تختارون التخصص، واسألوا دائما دائما اسألوا الناس الأقدم عنكم، اسألوا مثل ما قالت المنتر مالكم أو الاستشاري اللي هو يكون مرشدكم خلال سنوات التخصص. اسألوا حتى أساتذتكم في الجامعة، أساتذة الجامعة عندهم خبرة شاسعة في المجال، لأن مرت عليهم أفواج من الطلبة، من طلبة الطب. قولي مثلا شو تنصحني أدخل، شو التخصص مثلا مطلوب، شو اللي تحس أنا ببدع فيه أكثر. طبيبك في أستاذك في الجامعة عند قدرة لهم نظرة معينة. طولت على الفاصل، رح أطلع فاصل، بعد الفاصل بيكون عندي موضوع جميل جدا 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 عن حملة ابتسامتي في عامها الثاني، بيكون معها دكتورة شيمة المشهداني أخصائي أول في طب المجتمع وطب الأسنان العام. فأي واحد عنده أسئلة عن الضروس يسألنا بعد الفاصل. صحة وسعادة، ورجعنا لكم لنكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل على 600-551-4114 ورسالة نصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على إنستغرام. اللي يكلمونا بالإنجليش، هذا برنامج عربي ما نرد عليكم بالإنجليزي. سلام للدكتورة سهيلة قايد قدوتنا، شكرا لك. مثل ما كنت أقول قبل الفاصل عندنا موضوع وايد مهم اللي هو ممكن موضوع اللي يشغل بال كثير من الناس عن الأسنان أو الضروس. عندنا اليوم في الاستوديو دكتورة شيمة مشهداني أخصائي أول في طب المجتمع وطب الأسنان العام، بتكلمنا عن حملة ابتسامتي في عامها الثاني، وبعد بناخذ أسئلتكم عن أي سؤال خاطركم تسألونا عن الأسنان، نزيف اللثة، تسوس الأسنان، تفريش الأسنان، أي شيء يشغل بالكم عن الأسنان، هاي فرصتكم بما أن الدكتورة شيمة موجودة معنا في الاستوديو. صباح الفل دكتورة شيمة. صباح النور والسرور. احنا دائما نسعد بتواجدك معنا، لأن ما شاء الله من توصلين الحلقة يهب الخير علينا، الناس كلها تتصل وتسأل عن الأسنان، فنرحب فيك مرة ثانية. الله يسلمك. دكتورة شيمة طبعا أول نبتدي عن تعطينا نبذة عن حملة ابتسامتي وشو أهمية إطلاق هالحملة.
حملة ابتسامتي جاءت نتيجة مسح ميداني قمنا به سنة 2013، وجدنا نسبة تسوس جدا عالية بين طلاب المدارس. فهذه كانت مبادرة لتخفيض نسبة تسوس الأسنان لما فيها من مشاكل كثيرة من تغذية ونمو صحيح للأطفال. فمشكلة الأسنان مشكلة كبيرة وكثيرة من الأحيان تهمل، لأن يتصورون الأطفال تغير أسنانهم فما في مشكلة نستمر بهالشكل، لأن هذا كله يأثر على نمو الفكين، على تغذية الطفل إلى آخره. فالحملة صراحة هي النوع الأولى من نوعها في المنطقة، وهي كانت موجودة في بريطانيا، أمريكا، في أستراليا، وأثبتت نتائج جدا جيدة. وهي عبارة عن شيء مبتكر ولكن بسيط، هو يعني ندخل تفريش الأسنان ونظافة الأسنان من ضمن الروتين اليومي في المدرسة، ويتابعونا ممرضات المدارس ومدرسات، فتكون بيئة محببة عند الطفل يحب عملية التفريش وبالتالي يقوم بتفريش الأسنان في البيت. ممتاز. شو قلتي ان سبب بدء هالحملة هي نسبة التسوس العالية عند طلاب المدارس؟ شو الأسباب اللي ممكن تكون أدت ان نسبة التسوس عالية؟ معنا أتوقع ان معظم الأطفال يحبون فرشات الأسنان يعني لأن تكون ملونة ولا لا؟ المشكلة رقم واحد نوع الغذاء، دائما السكريات والكربوهيدرات وطبعا الأكل الأطعمة السريعة هذه كلها تأثر على نسب التسوس. إحنا دائما أطفال يأكلوا شوكولا، الشيبس، البسكويتات، الأشياء هذه على طول النهار، تفريج ما بيكون بشكل مستمر ودوري، زيارة طبيب الأسنان ما بتكون بشكل مستمر ودوري. الفكرة العامة إنه هذا الولد أسنانه لبنية حتسقط رح تطلع أسنان دائمية، وبالتالي ما في متابعة. فلما يكون المشكلة من البداية بسيطة جدا، ممكن تكون المشكلة إن أنا ما أفرج أسناني بشكل صحيح. لما يزور طبيب الأسنان يأخذ النصائح الصحيحة ويتفادى المشاكل اللي يتسوس. فهذه من أكثر الأسباب إحنا نواجهها في العيادات يعني. ممتاز. أنت ذكرتي دكتورة شيماء، هي فعلا الفكرة عن بعض الأمهات تقول حتى لو ما فرش عدل وتسوس معني ترى أخ شيء بتطيح. بس نركز أكثر على المضار، إنه صح السن بيطيح ولكن التسوس في السن اللبني شو خطره على اللثة وعلى ظهور الأسنان السليمة في المستقبل؟ نعم. أولا مع تسوس الأسنان اللبنية وبعد فترة سقوطها يأثر على نمو الفك الطبيعي وخروج الأسنان الدائمية بشكل صحيح، وبالتالي نضطر بعد فترة نستخدم تقويم الأسنان والأمور هاي. اثنين، كمية البكتيريا الموجودة في فم الطفل يبلع دائما، وبالتالي أنه الطفل عنده بكتيريا حية وضارة مستمرة في الفم تؤدي إلى أمراض في المعدة، تؤدي إلى لوز، مشاكل اللوز إلى آخره، وبالتالي تشوف الطفل نوع التغذية تغير وصار عنده سوء تغذية. الحالة النفسية للطفل أيضا لما تكون أسنانه سوداء لونها مش موجودة، ما يقدر يتكلم بشكل صحيح، يصير محط للاستهزاء لكثير من الناس، وبالتالي نفسيته الطفل يصير منطوي على نفسه في كثير من الأحيان. صحيح. فكثير من الجوانب عادة هاي أثبتت الآن دراسات بشكل تام ومطلق أن المشاكل الأسنان وأمراض والبكتيريا المسببة للتسوس بشكل مباشر مرتبطة بكثير من الأمراض. مثلا دراسة أخيرة عفان الله وعفاكم يعني مرتبط مباشرة بسرطان البنكرياس، تسوس الأسنان، البكتيريا المسببة للتسوس الأسنان وأمراض اللثة، تأثر على أمراض القلب، تأثر على السكري. فإذا المشكلة مش فقط تسوس السن، المشكلة أكبر من كذا، هي صحة العامة للطفل أو صحة العامة حتى للكبير البالغ. بالضبط. نعم. فهذا هو أعتقد المحفز لبدء مثل الحملة. نعم. شو الفئة العمرية اللي استهدفتوها في الحملة، وهل شملت كل المدارس ولا في مدارس معينة؟ نعم، احنا بدأنا في المرحلة الأولى السنة اللي فاتت كانت فئة العمر 4 إلى 6 سنوات، لأنه هي هاي في المسح كانت 64% منهم عندهم تسوس، وحابنا نستهدفهم ونخفض نسبة التسوس في هذه المرحلة. والحمد لله أثبت النتائج بعد سنة، الحمد لله أنه النتائج الأخيرة 3% نسبة انخفاض في التسوس للفئة اللي شاركوا في حملة ابتسامتي. فهذا كان إنجاز، لأن إحنا كنا متوقعين 1 أو 2%، ولكن 3% تجاوزت التوقعات. ممتاز. أول في البداية كانت مركزة على المدارس الحكومية، السنة هاي طبعا أدخلنا الآن مدارس الخاصة أيضا، وحنمدد العمر إلى حد صف الثامن تقريبا 12 سنة. ممتاز. فإن شاء الله الحمرة بإذنه تعالى تكون مفيدة لجميع الفئات العمرية،
والتركيز رح يكون أكثر على تفريش الأسنان في المدرسة، لقاءات مع الأهالي وورشات عمل حتى نعطيهم النصائح والإرشادات، وكذلك المتابعة في المنزل حتى يكون تفريش الأسنان بشكل مستمر طول اليوم. ممتاز. كم طالب، الإحصائيات تقول كم طالب دخلوا ضمن هالحملة في 2017؟ في 2017 تم توزيع 9380 فرشة أسنان لأطفال المدارس. الفئة اللي احنا سوينا عليهم الفحص حتى نعرف نسبة التسوس، اخذنا عينة 1500 طالب واثبتوا هذه 1500 ان نسبة 3% نسبة التسوس. الان نستهدف ان شاء الله يكون ارقام اكبر واكبر واعداد افضل، ويكون ايضا تعاون ادارات المدارس ان يشجعوا الاهالي ان يكونوا من ضمن هاي الحملة. ممتاز. حملة ابتسامتي في عامها الثاني، شو التوسع اللي ناوي تسوونه في هالحملة في 2018؟ 2018 نشمل مدارس لم تكن موجودة في السنة الماضية، نشمل فئات عمرية لم تكن موجودة في السنة الماضية، نوسع دائرة انه نشمل اثناء ورشات العمل الاهالي نعطيهم مثلا طرق جديدة ومبتكرة لعمل مثلا لنش بوكس المدرسة او حقيبة الغذاء، التغذية الصحيحة في المنزل كيف انه ممكن تدعم تفريش الاسنان وصحة الاسنان. فرح نسوي ورش عمل مش بس تخصص في تنظيف الأسنان ولكن الصحة العامة عموما. ممتاز. السؤال الحين بما أننا غطينا حمل ابتسامتي، أنت يعني قلتي أن تدي من عمر 4 سنوات إلى 6 سنوات، فالسؤال ما تسألون من أي عمر المفروض أننا نفرش سن طفلي؟ سن الطفل من أول ما يظهر، أول سن يظهر عند الطفل نبدأ تفرش الأسنان، وتبدأ في فرشة بسيطة ما يحتاج حتى معجون أسنان، مجرد تنظيف السن حتى الطفل يتعود من البداية أنه في طبيعي جدا يفرش أسنانه. وحتى قبل ما يظهر سن الأطفال إحنا ننصح الأطفال الأمهات اللي يرضعوا أطفالهم يمسحوا بقطعة قماش نظيفة بالماء اللثة حتى ما تبقى آثار الحليب تؤدي إلى فطريات وإلى آخره، فلازم يكون روتين من تقريبا من 6 أشهر وأنت طالعة. ممتاز. طبعا بعد السؤال وايد يتكرر ان دكتورة شو احسن معجون انا استخدمه عشان افرش فيه اسناني؟ طبعا لما واحد يدخل جمعية او صيدلية يلاقي 1000 نوع معجون والصيدلان يقول لك هذا زين وهذا مو زين، فانت شو تنصحين شو المعجون الزين؟ اولا بصفة عامة اذا واحد ما عنده اي مشاكل في الاسنان يستخدم معجون اسنان يكون نسبة الفلورايد فيه 1500 1500. انتي شوفي في المكونات دائما افتحي وشوفي بتلاقين انه 1500 بي بي ام هذا هو المعجون الممتاز لان فيه نسبة الفلورايد معتدلة. اما بالنسبة للاطفال فيمشي حسب العمر، لان في الاطفال مثلا اللي تحت 6 سنوات يفضل انه يستخدم معجون اسنان فيه فلورايد 500 بي بي ام، وفوق 6 سنوات يقدر يستخدم 1000 وطالع. ممتاز. اما اذا في حالة مثلا عنده مشاكل في اللثة او شيء، في معاجين تكون مخصصة فيها نوع من الاعشاب او نوع من الادوية اللي هي تعالج امراض اللثة، ويفضل انه ناخذ استشارة الطبيب في اي نوع من المعاجين تفضل يستعملها. ممتاز. شو اشهر مشاكل اللثة اللي تكون موجودة عند الناس؟ نعم. انا احس انه الانسان يكون طبيب نفسه. لما انا افرش اسناني في البيت اشوف مثلا انه انا اثناء التفريش في دم قاعد يطلع على الفرشه، في الم مش طبيعي، في حساسيه زياده في الاسنان، هذه علامات تدل على انه انا يجب ان اذهب الى زياره طبيب الاسنان واكتشف الموضوع. كثير الان تعرفين الان ابتسامه هوليوود والفنيرز والتركيبات هذه ايضا تؤدي الى مشاكل في اللثه، فالانسان اللي مركب تركيبات سواء كانت تجميلية أو تركيبات علاجية يجب أن يقوم بزيارة طبيب الأسنان بشكل روتيني ومستمر على الأقل كل 6 أشهر، على أساس أنه لو في مشاكل في التركيبات، كسور في التركيبات، في تسرب، يستطيع طبيب الأسنان أن يعالج المشكلة. ممتاز. دكتورة شيماء، لما ننتقل من معاجين لفرش الأسنان، وايد من الناس وأنا منهم أفضل دائما فرشاة لكم مكتوب عليها هارد، لأن عشان أحس تنظف أسناني أفضل، أحس السوفت ما تنظف، فمعت مرة إنه مفروض ما نأخذ أصلا الهارد، مفروض نأخذ سوفت أو ميديوم. فشو النصايح اللي يعطيها طبيب الأسنان بخصوص ممكن يقول ما أدري قوة الفرشاة أو شو يسمى فرشة الأسنان؟ فيها شعيرات نايلون، هذه شعيرات طبعا فيها هارد وميديوم وسوفت وحتى إكسترا سوفت. أنا أفضل دائما وأنصح إنه يأخذون السوفت أو الإكسترا سوفت، لأن طريقة التفريش الصحيحة ما تعتمد على قوة التفريش ولكن طريقة التفريش. أفضل شيء تكون سوفت لأن هي تحافظ على اللثة، تحافظ على الأسنان. في كثير من الأحيان يجوا المرضى في العيادة عندهم سوفان في الأسنان من سبب قوة تفريش الأسنان، يعني تذوب الأسنان شوي، تذوب الأسنان وتكون تحسينها كأنها في مقص أو في سكين قاطع الأسنان، وهذا كله بسبب قوة التفريش. فيفضل أنه تحط مع الفرشة ومع المعجون على درجة 45 ما بين اللثة والأسنان. وبالنسبة للأسنان الأمامية، اللثة سبحان الله تعطيك دليل، في إشارة تدل على أنه أنا أفرش من فوق إلى تحت.
وبالنسبة للثة من الأسنان السفلية التفريش يكون من أعلى إلى من أسفل إلى أعلى وبالطريقة دائرية وسيطة وبدون ضغط لأن طريقة التفريش هي الصح مش القوة. وكم مفضل مدة التفريش نفسها؟ يفضل طبعا المثالي يكون ما بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق. في بعض الأحيان الناس ما يحبون يظنون فترة طويلة يفرش أسنانهم. أنا أظن 10 ثواني وخلصنا. أهم شيء تغطي كل أسطح الأسنان. كل الدم ضروري. ممتاز. في علامات اتوقع انها تظهر مثل ما قلت نزيف اللثه، في علامات ممكن تظهر على اسناننا واحنا في البيت تعطينا جرس انذار ان لازم اسير اشوف الطبيب، شو العلامات اللي المفروض انا تحذرني لازم اسير اشوف طبيب الاسنان؟ اولا النزيف من اللثه، انا لما افرش اسناني اشوف دم على الفرشه هذا في دليل قاطع ان في عندي مشكله في اللثه، ومشكله اللثه اذا اهملت تؤدي الى ان الاسنان تبدي تتخلخل وتسقط حتى لو الاسنان ما فيها شيء، فهذا شيء مهم جدا، وبالذات الناس اللي عندهم مشاكل مثل السكري يكون عندهم عرضه لالتهابات اللثه اعلى من غيرهم، فيجب زياره طبيب الاسنان. حساسيه زايده للاسنان اكيد فيها الاسباب، لما انا اكل مثلا شيء حلو واكتشف انه في الم قوي وشديد في الاسنان هذا معناته في يمكن تسوس او انكشاف الجذور لان في مثلا لثه متراجعه، فهاي الامور يجب انا ما اهملها، على طول اروح ازور طبيب الاسنان. زور طبيب الاسنان. بالنسبة للعناية بالأسنان زيارة الهايجينس أو تنظيف الأسنان كم مرة في السنة مفروض أزور طبيب الأسنان؟ وإذا أنا عندي مشاكل صحية خصوصا طبعا نتكلم دائما عن السكر والضغط والكوليسترول شو اللي يفرق في تنظيف الأسنان بيني وبين الإنسان اللي ما عنده مرض؟ بالنسبة لزيارة تنظيف الأسنان ينصح فيها ما بين 6 شهور كل 6 شهور مرة إلى حتى سنة مرة في السنة ما في مشكلة إذا واحد ما عنده أي مشاكل. زيارة طبيب الأسنان ضروري تكون مرتين في السنة على الأقل إذا ما عندك مشاكل، وإذا عندك مشاكل تابعين العلاج حتى نهايته مش حتى يخف الألم، يعني كثير من الأحيان المريض يجي أول ما يخف الألم خلاص بطل يجي على العلاج وبعد فترة يرجع المشاكل ترجع. صحيح. فيجب متابعة العلاج الخطوات حتى النهاية. بالنسبة للي عندهم مثلا مشاكل صحية مثل مشاكل القلب السكري في كثير من الأحيان البكتيريا المتواجدة في اللثة أو الأسنان تزيد من المشاكل الصحية. صحيح. فبالتالي يجب العناية المضاعفة حتى ما يوصل لمرحلة المتراجعة هذه. تنظيف اللثة بشكل مستمر كل 6 شهور، مراجعة الطبيب إذا في مشاكل مثلا تسوسات يجب أن تعالج فورا لأن هاي البكتيريا حية تأثر على صحة العامة. صحيح. طبعا دكتور شيماء الحين الموضة دائما مثل ما قلت ابتسامة هوليوود الفينير وغيره وغيره وتركيبات الأسنان عشان تكون دائما ابتسامة جميلة. ففي ناس تفتكر ان لما تسوي هالتركيبات معنا خلاص يعني ان اسناني هاي مرتبة ونظيفة وما تحتاج عناية، فشو العناية الخاصة لازم تتبع تركيبات الاسنان هذه؟ انا احس للناس اللي ركبوا الفينيرز او التركيبات الان بدأ مشوارهم مع طبيب الاسنان الحين بعد التركيب قبل بدا المشوار بشرى لكم الحين بدا مشوار الاسنان تركيبات الفينيرز والهاي ننصح فيها انه فعلا الشخص اللي يحتاجها يعني لازم تكون التشخيص صحيح للشخص اللي فعلا يحتاج هاي التركيبات. لما انا اركبها لازم تكون مسؤوليه كبيره ان انا اتابع الدكتور على الاقل كل 6 اشهر مره لان في مثلا مع ايضا مع اخصائي التنظيف اروح اسوي التنظيف بشكل صحيح. صحيح اعتني فيها في البيت تفريش الاسنان خيط الاسنان لازم يكون متابعه جيده بعد الطعام هذه الأمور الروتين اليومي مهم جدا أتابعه وكذلك كل 6 أشهر زيارة لأن التركيبات تساعد على التراكمات أسرع من الأسنان الطبيعية. صحيح. في عندنا سؤال عن طريق رسالة نصي يقول أنا عالجت العصب والتسوس لكن للأسف الضرس انكسر فما أعرف شو السبب وممكن شو العلاج يكون في هالحالة. طيب دائما ننصح الأشخاص اللي بيكون عندهم علاج عصب بعد ما يكمل علاج عصب يروح يسوي تركيبة على السن تحفظها من الكسر لأن الإنسان العصب أول ما ينسحب من السن يبقى ميت وبالتالي يصير ضعيف وعرضة للكسر بسهولة. فأفضل شيء بعد علاج العصب بعد ما نطمئن أن العصب العلاج ممتاز وما في أي مشاكل أخرى نعمل التركيب سواء معدن أو سيراميك عشان يحافظ على السن. ممتاز. يقول السلام عليكم يوميا أقوم من النوم أحصل دم في اللثة حتى وأنا نظف أسناني في دم علما بأن عندي جي 6 بي دي هل يأثر جي 6 بي دي عليه؟ في اللثة لا ما تأثر ولكن أكيد في سبب. أنا أفضل أنه يروح يزور طبيب أسنان أساس ينكشف ويمكن في تراكمات تصير تحت اللثة هو ما يشوفها وما تطلع فرشة الأسنان فيجب علاجها. صحيح. دكتورة شيماء في بعض الأسئلة دائما تتكرر عن رائحة الفم فإحنا دائما لما يشكون عن رائحة الفم يكون لأسباب أسنان من المعدة فدائما ننصحهم يروحون طبيب الأسنان فشو ممكن تعطينا أهم أسباب رائحة الفم اللي تكون يعني المفروض يعالجها طبيب الأسنان وشو العلاجات المتوفرة؟ طيب رائحة الفم الكريهة تأتي من إما التهاب في اللثة
أو تسوسات أو تركيبات اللي غير منظفة بشكل صحيح. كذلك إحنا دائما ننسى شيء مهم أثناء تفريش أسنان، اللسان. صح. اللسان فيه 60% من البكتيريا المراكم على الأسنان، اللسان. يجب أنا لما أفرش أسناني كل يوم أفرش اللسان ونظفه بشكل، أي تراكم أصفر أو أبيض موجود على اللسان هذا الدليل على أن في مشكلة، فيجب أن يزور. في بعض الأحيان أيضا الجيوب الأنفية، التهاب اللوز، المعدة أيضا يأثر على النظر. أبدأ أنا في علاجات أسناني وأشيك على اللثة وأسوي التنظيف الصحيح، وإذا استمرت رائحة الفم أزور الطبيب. ممتاز. أنا شاكرة دكتورة شيمة مشهداني أخصائي أول في طب المجتمع طب الأسنان العام، وجدت معنا دائما يسر البرنامج وأجوبتك الجميلة. شاكرة لك. بس في كلمة أخيرة على السريع تعطينا في 10 ثواني. زوروا طبيب الأسنان، كلوا تغذية صحيحة، وفرشوا أسنانكم كل يوم. فرشوا أسنانكم كل يوم. شكرا لدكتورة شيمة. احنا وصلنا لختام برنامجنا، برنامجكم برنامج صحة وسعادة. حاب أشكر المخرج ناصر السليمي وجودك معي اليوم، والمنسقة مينا الغفلي. شكرا لك يا ميرا، وهي كانت محادثتكم دكتورة ندى الملا. إلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.